ومن تونس ينضم إلينا لتفاصيل أوفى مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، أبدأ معك بخارطة طريق الاتحاد العام للشغل. ما موقع قصر قرطاج من هذه الخارطة ياسر؟ نعم، هنا أذكر بأن هناك اجتماع يجري الآن للهيئة الإدارية التابعة لاتحاد الشغل التونسي بالنسبة للقصر الرئاسي وعلاقته بذلك. طبعا سيتم وضع خارطة الطريق التي رسمها اتحاد الشغل التونسي وبلورها عدد من الخبراء والمختصين، لكن بعد الإعلان عن رئيس الحكومة المرتقب. يعني هذه هي آخر التصريحات الصادرة عن قيادات في اتحاد الشغل التونسي، أكبر المنظمات النقابية في البلاد. الاتحاد يبدو بأنه لن يستبق الأحداث، هو الآن يعرض هذه الخارطة على أعضاء هيئته الإدارية دون المصادقة عليها من قبل الهيئة، ولكن سيتم عرضها على الرئيس التونسي قيس سعيد بعد الإعلان رسميا عن رئيس الحكومة الجديد الذي سيقود فريق حكومي مكلف، طبعا بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. إذا الاتحاد ينتظر وأيضا الشارع ينتظر الإعلان عن هوية رئيس الوزراء المقبل. طيب ياسر، بخصوص تصريحات القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، إلى أي مدى تعكس الانقسامات والانشقاق الحاصل الآن في النهضة؟ نعم، يعني القيادي البارز عماد الحمامي قال في تصريحات صحفية بأن هناك خلافات، واعترف الرجل بمعنى أو بآخر بأن هناك خلافات وانقسامات داخل صفوف حركة النهضة. أبدأ معك بالآخر التطورات بما يخص هذا الملف. هناك تصريحات من قبل قيادات بارزة في الحركة بأنه سيتم عقد مجلس شورى الحركة يوم غد بعد تأجيل وإرجاء لتقريبا 3 أيام. وطبعا هنا النهضة تحدثت بأن التأجيل جاء بعد تعرض رئيس الحركة لوعكتين صحيتين، وهو طبعا راشد الغنوشي، ولكن هناك الأصوات تتعالى داخل أطر الحركة وبين صفوف قياديها بضرورة استقالة راشد الغنوشي من على رأس حركة النهضة وتحميله المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد اجتماعيا واقتصاديا، أو بالأحرى السياسات التي انتهجتها الحركة وأيضا سياساته وهو يقود حركة النهضة. يعني هناك خلافات حادة وانقسامات داخل حركة النهضة قد يعني تعصف بوحدتها بالنهاية وفق عدد من المراقبين والمتابعين. القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 من شهر يوليو الماضي ألقت بظلالها بالفعل على حركة النهضة. هناك رسائل موجهة كانت من 130 شاب ونائب بالبرلمان عن الحركة لمطالبة الغنوشي بالاستقالة، وأيضا الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت على مدار 10 سنوات والالتفات إلى الحراك الذي كان للجماهير التونسية يوم 25 من يوليو الماضي. أيضا في عجالة داليا لو سمحت لي، هناك تطورات على الصعيد القضائي هذه المرة في إطار محاربة الفساد أو محاسبة الفاسدين. وفق ما أكد الرئيس قيس سعيد منذ قليل، هناك مصدر قضائي قال لوسائل إعلام محلية تونسية بأن تقريبا ما لا يقل عن 25 نائبا تحوم حولهم شبهات فساد، وهناك قضايا وأبحاث تحقيقية يتم إجراؤها، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون الإعلان عن إيقافات بالجملة لعدد من كبار المسؤولين أو النواب التونسيين، وهم طبعا بالتأكيد نعم. الآن ينتمون إلى مجلس النواب المعلق حاليا بالفعل. نعم، وهو رقم ليس بالهين. سنكون دائما عند كل تطور. من تونس مراسل الغد ياسر دباب، شكرا جزيلا ياسر.